المملكة العربية السعودية حصلت على دعم دول مجلس التعاون باستثناء دولة قطر، حصلت على دعم الجامعة العربية، دعم منظمة التعاون الإسلامي، وهذه الثلاث منظمات تشكل ثلث البشرية. المملكة العربية السعودية ضمن منظومة عربية ومنظومة إسلامية كبيرة، وعلى كندا أن تفهم أن ما قامت به أمرا غير مقبول ليس فقط للمملكة العربية السعودية، بل غير مقبول للدول العربية وغير مقبول للعالم الإسلامي. نحن في العالم العربي لا نقبل الإملاءات، ونحن في العالم الإسلامي لا نقبل التدخلات.